تخيل أنه مجرد المواجهة الحدودية بين حزب الله وإسرائيل كلفت لبنان مثل أو أكثر من حرب تموز 2006. بس كيف؟ لبنان غير أنه بيتأثر سياسياً بكل أزمة بتصير حده، إلا أنه حرب غزة أثرت على اقتصاد لبنان اللي أساساً منهار، خصوصاً بعد انهيار الليرة وفقدانها 98% من قيمتها. هيدا أكيد غير الفراغ الرئاسي. فبحسب وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، امتداد حرب غزة للحدود اللبنانية عطل جزء كبير من الحركة الاقتصادية، وحجم الضرر من 7 أكتوبر يقدر من 7 ل 10 مليار دولار، بعد ما كان البنك الدولي بيتوقع نمو اقتصادي بلبنان لأول مرة من 2018. حتى نفهم حجم هالخسائر خلينا نقارنها بحرب تموز 2006 يلي كلفت لبنان غير الخسائر بالأرواح 7.5 مليار دولار بحسب وزارة المالية. بس بوقتها لبنان أخذ مساعدات خارجية مباشرة وأخرى عبر الأمم المتحدة. بس اليوم لأي مدى ممكن يصمد الاقتصاد اللبناني أمام كل هالتحديات؟